اخواتي اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم لدي انشاء شركة، فساشارككم العملية على النافذة الواحدة، كيفية انشاء شركة على النافذة الواحدة، بحيث انه في هذه الحالة ستكون الشركة قطعية 100%. ندخل على المستخدم. المستخدم يجب أن يكون يا إما قطري، يا إما مثلا مفوض أو موكل عن قطري أو عن شركة 100% قطرية. إذن عند الدخول على النافذة الواحدة نذهب إلى إدارة. إذن ندخل على الخدمات، إدارة خدمات. على الخدمات نلاحظ هنا جميع الخدمات الخاصة بالنافذة الواحدة، فبالنسبة لنا التأسيس الشامل، بدء الخدمة، هنا سأختار أنني مدير أو مخول في هذه الحالة، أو يمكن اختيار شريك مالك بالنسبة لو الشخص أو البطاقة الخاصة بالقطري مالك 100%، أقول أو مقدم الطلب. في حالة مقدم الطلب أو مخول بالتوقيع فيكون بواسطة توكيل رسمي بطبيعة الحال، فهنا مدير أو مخول بالتوقيع. نوع الشركة، نوع الشركة هناك ثلاث أنواع من الشركات: شركة ومؤسسة فردية، فرع لشركة أجنبية، ومنشأة مهنية. بالنسبة لنا شركة، نختار هل الشركة مؤسسة فردية. مؤسسة فردية بالنسبة للشركات القطر، بالنسبة عفوا مؤسسة فردية تكون لشخص واحد لكن أقل من شركة في الرتبة، يعني لا تحتاج إلى رأس مال معين، هاي أهم شيء، وتكون لشخص واحد بطبيعة الحال. شركة ذات مسؤولية محدودة بالنسبة للشركات التي يكون فيها أكثر من شريك واحد، ويجب أن يكون رأس مال أقل شيء 1000 ريال. عدد الشركاء الأقسام كما تلاحظون 50. شركة ذات مسؤولية محدودة مالك وشخص واحد نفس امتيازات تبع الشركة ذات مسؤولية محدودة، لكن هنا يكون مالك وشخص واحد. تالي هنا يعطي الشركاء، نضيف الشركاء. الشركاء هنا يا إما شخص طبيعي، أي أنه مثلا لدي شريك قطري مع شريك أجنبي، أو شريك قطري 100%، فهو يعتبر شخص طبيعي، أو أن الشريك هو مؤسسة، مثلا شركة مع شخص، أو شركة الوحدة، أو شركة مع شركة. فهنا عدنا في هذه الحالة شركة، ندخل بيانات الشركة، جنسية الشركة، سجل وزارة التجارة، ندخل رقم السجل التجاري، تاريخ انتهاء السجل، تاريخ قيد المنشأة مع تاريخ انتهاء قيد المنشأة. بعد ذلك نضغط على التالي. إذن بعد ذلك نضيف الأنشطة التجارية المراد إضافتها إلى الشركة. هنا لديك اختياري، يا إما بإدخال نشاط تجاري، أو بصفة عامة لو بتعرف القطاع بيديك جميع الأنشطة. ففي هذه الحالة لدينا الأنشطة، مثلا كافيتيريا فيها المشروبات السخنة أو شيء من هذا، فبيديني أي شيء. تجارة المشروبات، تقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات،
كمان تقديم مشروبات الساخنة وتقديم مشروبات الكوفي شوب، فهذه الأنشطة التي أريدها. تفاهم. إذا هذه الأنشطة التي أريدها ككوفي شوب أو كافيتيريا، التالي هنا يعطيني مواصفات الاسم التجاري، فلغة الاسم التجاري غير عربية، وهنا إن كانت الاسم التجاري علامة مسجلة كأحد العلامات المعروفة أو مسجلة من قبل دولة ثانية، بنتكلم عن الفرنشايز. هنا يعطيك ترجمة تلقائية، لأنك يعني بس تكتب الشيء ويساعدك فيه، مثلا كافي، فهو بيترجمها في الناحية الثانية. إذا أختار الاسم الذي أريده، سأزيل الترجمة لأنه صراحة مزعجة. إذا بعد اختيار الاسم أضيف هذه بأني قرأت الأشياء المتعلقة بالاسم والترجمة إلى آخره. أضفنا الاسم التالي. بعد هذه العملية لدينا بيانات العمالة، فهذه جديدة بالنسبة للنافذة الواحدة، أنه على السجل يعطونك موافقة تبع العمال كي تبتدئ المشروع الخاص بك. فهنا يمكنك عند تأسيس الشركة أو عند طلب التأسيس طلب عمالة في نفس اللحظة. نضيف إن أردنا عمالة ممكن إضافته. إذا بعد اختيار الجنسيات والمراد في طلب العمالة نقوم بالتالي. هنا إضافة المدراء المخولين، فهنا شخص طبيعي باي ديفولت افتراضيا أعطاني الإقامة الشخص، أي أنا يعني بالنسبة للمدراء المخولين كما تلاحظون، ف يعطيني اسمي أو اسم الشخص الذي بطاقته أشتغل كمذيع مخول للتوقيع، وممكن إضافة أحد آخر إن أردنا فقط هنا في إضافة المدراء واختيار مخول بالتوقيع جديد أو موجود كشركاء من الشركاء، يعطيني الأسماء أو إضافة مدير جديد من القائمة، فقط ندخل رقم البطاقة الشخصية وتاريخ انتهاء، وبعد ذلك إضافة كمخول بالتوقيع. بعد إضافة المدير يجب إضافة الصفة أو الصلاحية لهذا المدير. هنا نختار من القائمة، نختار المدير الذي أضفناه، وهنا الصلاحية أي مدير ونوع الصلاحية كمدير. فأنا مثلا هنا صلاحيات كاملة ومطلقة، أو إذا أردنا مثلا هذا المدير تكون له صلاحية على الجوازات فقط، فيمكن فقط اختيار الجوازات. بعد ذلك نضغط على التالي، ندخل رأس مال الشركة وعدد الحصص، سأقسمه على 100 حصة. هنا بما أن الشريك هو شخص واحد سيأخذ الحصص كاملة، لو في شريك ثاني ستجده هنا موجود، فنقسم الحصص على الشركاء الموجودين تأكيد في إلى غاية هذه اللحظة أو عند الموقع. هنا في اختيارين، أي أنك
تعيد عمل سجل تجاري بعد ذلك البحث عن موقع أو إيجار موقع لعمل المكتب أو المحل، أو إذا كان الموقع موجود فيمكنك تقديم الكل ضربة واحدة. هنا لدينا الموقع موجود، فنختار الكل ضربة واحدة. فكما سبق الذكر، بما أن الموقع موجود نحيط بمعلومات الموقع موجودة وندخل بيانات الموقع اللي هي تصنيف الموقع تجاري أو خدمي، فهنا كوفي شوب، كشك، محل تجاري. عيد صافي.
بعد ذلك، بعد إرفاق النماذج المطلوبة، بالتالي سيعطينا ملخص الطلب وتقديم الطلب. هنا نكون قد أكملنا عملية تأسيس شركة بتقديم العمالة بالرخصة التجارية. وشكرا.